سلام عليكم. الهيبنوسيس او التنويم المغناطيسي. في حين ان تختلف التعريفات، فان الجمعية الامريكية لعلم النفس بتصف التنويم المغناطيسي على انه تفاعل تعاوني يستجيب فيه المشارك لاقتراحات المنوم المغناطيسي. بيساعد التنويم المغناطيسي المريض على التحكم بشكل أفضل في حالة الوعي اللي عنده، وبيساهم الهيبنوسيس في علاج بعض المشكلات الصحية زي الاكتئاب والآلام والإدمان. الهيبنوسيس نوع من العلاج اللي بينطوي على وضع المريض في حالة بتشبه النوم العميق بهدف تعزيز التركيز، وفي الحالة ديت يمكن للشخص أن يكون أكثر استجابة للاقتراحات المطروحة زي الإقلاع عن التدخين. أشهر طبيب منوم مغناطيسي للإنسان والحيوان عمل ضجة كبيرة جدا في المجر، اسمه فيرنيك فولجيزي. نوم الشمبانزي زي ما احنا شايفين في الصورة دي، والفيديو ده لواحد نايم التمساح الفتاك. تابعوا قناة الفضولي في البايو واعملوا لايك واكسبلور. Peace.